مرحبا بالجميع، وها نحن نلتقي في الدورة الثالثة ديال المسرح الفنية. اليوم تكريم من نوع خاص، تكريم. أولا هذه مناسبة طيبة أننا نجمع كلنا في هذا اللقاء هذا وفي هذه الأمسية وفي هذا الحفل الكبير. طبعا هي احنا في الدورة الثالثة من الحفل اللي كيتم فيه تكريم الجسم الإعلامي والصحفي، خصوصا الصحافة الفنية. ثم كذلك كنشكروا كل أعضاء نادي الفنانين على تنظيمهم لهذا الحفل هذا. أنا جيت سعيد أنني كنتلقى مع العديد من الأصدقاء والزملاء، سواء فنانين أو إعلاميين أو صحفيين، وكذلك المبدعين اللي هما كيأسسوا هذا الفضاء الجميل هنا اليوم. وبالمناسبة يعني كل دورة كنحضر، لأن الدورة الأولى كنت تكلفت بتقديم وتنشيط كل الفقرات، ثم الدورة الثانية هي كانت السنة الماضية كنت أنا ضمن المكرمين، واليوم أنا كذلك كنقوم بتقديم كل الفقرات والوصلات الغنائية. وكما ذكرت هذه الدورة طبعا اللي كنقول فيها مبدعين، اللي كنشوفوا سيدي احمد ريان، لالا بديع ريان، كنشوفوا القيدوم الصحفيين مولاي مصطفى العلوي، وكنشوفوا اساتذه كبار في ميدان المسرح سي محمد الجم وغيرهم، ما نقدرش نقول يسمحوا لي طبعا، راه كاين كثار مبدعين. وهذا بالنسبه لي انا، ربما انا كنت اعتبر من جاي الوسط، ربما هذا انا تيعجبني هنا، لان تلاقيوا بين الرواد وكذلك الشباب باش يكون هذاك باش يعني يرووا منهم ويحملوا هذاك المشعل اللي هما اللي ياما حملوه وياما بينوا لنا من ياما برزوا من فنانين في مختلف المجالات. مساء الخير عليكم، معكم فنانة رجاء قصابني. اكيد انا متواجده اليوم باش نحتفلوا باليوم العالمي للصحافه مع الاعلاميين. وكما كتعرفوا الفنان دائما هو مرآة للصحافة والعكس صحيح. فاليوم كذلك مناسبة عيد المولد النبوي وعيد المسيرة الخضراء ودامت الصحراء المغربية والمغرب متألق شتى الميادين، فأكيد الفنان خاصو يكون متواجد مع هذه الاحتفالية، لأنه الصحافة هي اللي كتضوي عليه سواء كتنصحو أو كتنصفو، فالصحافة والفنان هو قطار ذو حافتين. فمبروك عليكم هذا النهار وحنا معكم باش نحتفلوا. السلام عليكم، معكم الفنانة أسماء بن زكور. أنا جيت فرحانة وجيت سعيدة، يعني كانت توجبت الحفل الفني الرائع اللي منظمه نادي الفنانين، فكنوجه لهم الشكر لأن ماشي من السهل وصعيب صراحة أنا كيفاش جمعي هاد الدولة من الفنانين وهاد الإعلاميين. بصراحة يعني أنا جيت سعيدة بهذه المناسبة ديال ذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.